متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. لقبته الصحف الإيطالية بالمحارب، وفي بلاده تشيلي يحبون تسميته بالملك آرثور. أما هو فيصف نفسه بأفضل لاعب وسط بالعالم. إنه نجم البارسا آرثورو فيدال، صاحب 32 عام، واللاعب الذي قال عنه بيب غوارديولا: إذا تحتم علي الدخول في حرب فسأخذ معي بكل تأكيد فيدال. في هذا الفيديو وضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة التي نقدمها على قناتكم ميد سبورت، سنعرض لكم 10 حقائق عن آرثورو فيدال: طفولته الصعبة ووالده المدمن، ولماذا يكره ريال مدريد ورونالدو ومرض ابنه وسجل عائلته الإجرامي، وما معنى وشومه وسر قصة شعره، وأشياء أخرى سنتعرف عليها سويا، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. مولده ونشأته في العاصمة التشيلية سانتياغو، وتحديدا في حي سان خواكين الذي تنتشر به أعمال العنف والجرائم. ولد آرثورو فيدال في 22 من مايو عام 1987 في أسرة فقيرة بين 5 أبناء، وانتسب لوالدته جاكلين وكانت ربة منزل، ووالده إيراسمو الذي عمل في مجال الشحن لكنه كان مدمنا للمخدرات. وإذا كانت هناك فرصة لكسب بعض الأموال من عمله فكان لا يتردد في إنفاقها على المخدرات وفي الحانات الليلية، وهو ما تسبب في اندلاع الأزمات بين والدة فيدال ووالده ومغادرة الأخير للمنزل بينما لم يكن فيدال قد تجاوز عامه 5 بعد. وحينها حملت الأم المسؤولية على عاتقها واتجهت للعمل من أجل توفير قوت أبنائها. ويقول فيدال: عشت طفولة صعبة للغاية، كنت دائما حزينا، افتقرت لوالدي، كنا نعاني من البرد والجوع ولم يكن هناك أي طعام في المنزل، والدتي قاتلت وكرست كل حياتها من أجلي أنا وإخوتي. المعاناة. مرت الأيام ومع بلوغ فيدال عامه 9 أراد العمل لمساعدة والدته، وبسبب عشقه لسباقات الخيول ورغبته بأن يصبح متسابقا في هذا المجال قرر العمل في أحد إسطبلات الخيول من أجل الاقتراب أكثر من هوايته المفضلة من ناحية، ولمساعدة عائلته ببعض المال من ناحية أخرى. فكان يتغيب عن المدرسة ويتوجه لذلك الإسطبل بدراجته مسافة تصل 6 أميال، وتمثلت وظيفته هناك في إطعام الخيول وتنظيف الإسطبل. في قرارة نفسه علم فيدال أنه لن يكون لديه مال كاف في وقت قريب ليحترف مجال سباقات الخيول وإنقاذ عائلته من الفقر، ففكر في الكثير من الخيارات المتاحة أمامه للحصول على المال السريع، لذا اتجه للمقامرة. لكن ذلك لم يجد نفعا معه كذلك، ووسط كل هذه الظروف الصعبة بدأ بلعب كرة القدم في شوارع الحي الذي يسكنه، وحينها أظهر تميزا كبيرا بين كافة الفتيان في مثل عمره. مسيرته الكروية. في عمر 13 تأكد فيدال أنه موهوب كرويا، وتغير تفكيره آنذاك كليا حيث قرر احتراف الكرة. ويقول فيدال: كنت في 13 وكنا نعيش أياما صعبة، وقتها قلت لنفسي يجب أن أصبح لاعب كرة قدم لا يهم كيف. في ذلك الوقت ظهر على فيدال تطور كبير في موهبته، حتى رآه عمه فيكتور فساعده على الانضمام لناد محلي يدعى دي بورتوس ميلي بيلا، ووصل دعمه له حتى نجح في إلحاقه بعد ذلك بنادي كولو كولو. وحينها لم يكن يمتلك فيدال تكاليف الحافلة لكي يصل للتدريبات، فكان يركض 3 كيلومترات ذهابا وإيابا، ولكن بعد تألقه ولفته للأنظار نجح في الحصول على عقد احترافي. ومن هنا بدأت قصته، حيث تدرج مع الفريق، وفي عام 2007 انتقل إلى القارة الأوروبية عبر بوابة باير ليفركوزن، ومنه إلى يوفنتوس ثم بايرن ميونخ، وأخيرا ناديه الحالي برشلونة. حياته العاطفية. في عام 2008 تعرف فيدال على فتاة تشيلية تدعى ماريا تيريزا ماتوس، ونشأت بينهما قصة حب توجها الثنائي بالزواج في العام التالي. ويمتلك نجم برشلونة وزوجته حاليا طفلين، الأكبر يدعى ألونسو، أما الصغرى فتدعى إليزابيتا. المثير أن فيدال في عام 2014 أقام هو وزوجته ماريا حفل زفاف بكنيسة في العاصمة تشيلية سانتياغو، وكلف الحفل أكثر من 800,000 دولار، وهو ما أثار بعض الجدل حول ما إذا كان فيدال قد تزوج بالفعل في عام 2009
كما ذكرنا وفقا لما ورد في معظم التقارير، وأجل حفل الزواج إلى أن أقامه في عام 2014، أم كان زواجه فعليا في 2014؟ سجل إجرامي. والد فيدال إيراسمو لم يتوقف يوما عن تعاطي المخدرات، وفي يوليو عام 2015 تم القبض عليه في تشيلي بسبب حيازة الكوكايين وبعض السكاكين، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ثبوت أن حيازته للكوكايين كانت بغرض التعاطي وليس للتجار. وبخصوص السكاكين، قال إنه كان يحملها بمناسبة حفل شواء مع أصدقائه، وبعد مرور عام عادت الشرطة لإلقاء القبض عليه، لكن هذه المرة بسبب قيادته السيارة بسرعة أعلى من المسموح بها. ومن والد فيدال إلى شقيقته أمبر التي كثيرا ما ارتبط اسمها بعدة جرائم ووقائع صادمة، كما سبق أن تم اتهامها بالانضمام لإحدى عصابات المخدرات وتم اعتقالها في عام 2012 من قبل الشرطة بتهمة التورط بعملية سطو مسلح على محصل أموال داخل إحدى الصيدليات، قبل أن تتلقى صدمة كبيرة قبل عامين بعد أن قتل زوجها على يد عصابة مسلحة لأسباب مجهولة. يكره ريال مدريد. فيدال كان يحلم بحمل قميص ريال مدريد يوما ما، ففي صيف 2011 عند انتقاله ليوفنتوس صرح قائلا: إنها خطوة مهمة وستقربني من ريال مدريد، لكن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن مشاعر الحب هذه تحولت إلى كراهية بعد واقعة حدثت في 2014 عندما أبدى الميرينغ اهتمامه بضم اللاعب قبل أن يقرر فلورنتينو بيريز التعاقد مع توني كروس بدلا منه. ومنذ ذلك الوقت أخذت نظرة فيدال إلى الريال طابعا انتقاميا، ولم يتوانى أبدا في إظهار جانب الكره بتصريحات معادية للفريق، حيث سبق وأن اتهم الريال بالسرقة بعد فوزه على فريقه بايرن ميونخ عام 2017 في مباراة شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل. وفي عام 2018 وأثناء مواجهة الريال ليوفنتوس فريقه السابق، انتشر مقطع فيديو له وهو غاضب بعد تسجيل رونالدو لركلة جزاء مثيرة للجدل في آخر الدقائق. وبعد صعود الريال عبر بوابة بايرن ميونخ مجددا في نفس العام، قام بنشر لقطة بستوري إنستغرام الخاص به توضح ارتطام كرة بيد مارسيلو وعدم احتساب ركلة الجزاء، وكتب: سرق مرة أخرى، إنهم فئران. جوانب أخرى. فيدال يعتنق الديانة المسيحية على عكس ما أشيع لبعض الوقت بأنه ملحد، كما أنه مولع بالوشوم، حيث يمتلك حوالي 30 وشما على جسده كلها تحمل ذكريات سابقة للاعب بدلالات معينة، مثل وشم صورة والدته، ووشم يضم أسماء أشقائه، ووشم لأطفاله، ووشم بكأس كوبا أمريكا، ووشم بصورة لفارس يقود خيل، ووشم باسم الملك آرتورو وغيرها. لكن يبقى الأبرز بين هذه الوشوم هو وشم بصورة لمضخة أنسولين على بطنه، وذلك دعما لابنه ألونزو المصاب بمرض السكري. ويقول فيدال أنه ترك مساحة صغيرة في منتصف بطنه من أجل وشم خاص بدوري أبطال أوروبا الذي يحلم بالفوز به. ملك الأزمات. خارج الملعب معروف عن فيدال ارتياد الملاهي الليلية وشرب الكحول، وسبق له أن دخل في عراك مع الشرطة في عام 2007 ووجه لهم إهانات ليتم القبض عليه. وفي نوفمبر 2011 تم إيقافه لخمس مباريات مع المنتخب بسبب وصوله للمعسكر وهو في حالة سكر، كما انتشرت له صور عام 2013 برفقة زميله جاري ميدل مع عارضة كولومبية وهما في حالة سكر أيضا. وخلال كوبا أمريكا 2015 أنقذه القدر هو وزوجته من الموت بعد تحطم سيارته نتيجة لحادث سير بسبب قيادته تحت تأثير الخمور. ويستمر شغب فيدال وصولا إلى عام 2017 عندما تشاجر بالأيدي مع أحد الأشخاص بملهى ليلي في ألمانيا وقام بكسر زجاجة خمر على رأسه، وحينها كان معرضا للسجن قبل أن ينتهي الأمر بفرض غرامة مالية كبيرة عليه. يكره كريستيانو ويقاطع مواطنه برافو. يبدو أن كراهية فيدال للريال انعكست على كل من ينتمي إلى البيت الملكي، حيث يحمل تشيلي مشاعر غير طيبة أبدا تجاه نجم الميرينغ السابق كريستيانو رونالدو، وسبق وأن صرح قبل مواجهة البرتغال ضد تشيلي في كأس القارات عام 2017 قائلا عن رونالدو: بالنسبة لي هو ليس موجود، ناهيك عن تدخلاته العنيفة عليه في أي مباراة تجمعهما، كما لا يمكن تجاهل ما فعله عام 2018 حيث استغل اقتراب موعد مباراة بين بايرن والريال
وقام بنشر صور على حسابه بإنستغرام لنجوم الفريقين، لكنه قام بتغطية وجه رونالدو بشكل على هيئة قاذورات. من ناحية أخرى، يقاطع فيدال زميله في المنتخب كلاوديو برافو، وذلك بسبب اتهام زوجة الأخير سابقا لعدد من نجوم تشيلي ومن ضمنهم فيدال بالذهاب للتدريبات في حالة سكر، وهو ما تسبب في فشل تأهلهم إلى مونديال روسيا، حيث توترت العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الحين. ويقول فيدال مؤخرا: أنا وبرافو نقدم أفضل ما لدينا مع المنتخب، لكننا لسنا أصدقاء ولن نكون كذلك أبدا. سر قصة شعره. يشتهر فيدال بقصة شعر تبدو غريبة بعض الشيء وتعرف بقصة الديك، حيث يقوم بحلق رأسه بشكل كامل مع ترك بعض الشعر في منتصف الرأس. وقد كشف النجم التشيلي عن السر وراء تلك القصة عندما صرح لصحيفة ليكيب الفرنسية قائلا: لا أحب تغيير قصة الديك لأنها ترعب الخصوم، فهي مخيفة للغاية، وقمت بها عقب نهائيات كأس العالم تحت 20 عام في 2007. وأضاف: استوحيت هذه القصة من الألماني كريستيان سيجه في مونديال 2002، فهو كان يرعب خصومه بها، لذا أردت أن أقوم بشيء مماثل. إن عجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.